يخويا ورجبان هزل النور الله يخويا ورجبان هزل النوق النوق ومشون بطريج الموش مسحوق وحايديهم ناديهم هذا يروح واحد محشم قدام الظعن تعالوا تعالوا تفرجوا جبنا لكم خوارج وناديهم سبقنا وصاح بالسوق تعالوا تفرجوا عليهن يا مخلوق يا مخلوق يا مخلوق أنا أشوفه ودي أشوفه أنا اللي أشوفه أن أنت هم تشوفه ولذلك تفهمني شنو أقول لك زينب كل ما يتشنون بليلة خرابة إلا قعدونهم بخرابة بالليل وشن الليل وسكتت ونامت العين الظل زينب تقوم على حيلها مستورة بس تدور وين زينب بالخرابة وعينها على الروس شو تريد تقول لهم تدور عليهم ليلية شو تريد منهم زينب زينب بالخرائب عينها على الرؤوس وحكي حكي زينب دمع بالليل سكت بالدموع تحكي شو تقولهم الله يساعدكم اليوم تعدى اليوم الله يساعدكم تعدى علينا تعدى انتم مشامرونكم حجر واحنا مشامرونا حجر خو ما بيكم واحد مطقوق هاليوم خو ما صابوا لهم راس بحجاره زين انتم قلبكم عندي قلبكم علي لا تخافون انا شايل الحمل انتم عينكم على ارواحكم عينكم على روسكم لا يطقكم حجر يا حايدي لا تجي لا تجي في جد وقطع اللي ما يرضوا قل اخويا يا ابن امي يا ابن امي انا ردت القوم بينا بليل يمشون على واه ماشيين الدرب كله بليل ليش حتى لا 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 على الشام تمرون الله لا يراويك شام يمرون خويا شلون قلي خويا شلون قلي بالبقى شلون يا خويا شقد حجر عدهم يرامو يا خويا سيد ايش قاعد اقرا لك اقرا لك يا خويا شقد حجر عدهم يرامون يرامون ويصيحون الخوارج اويلي علي صاحوا عليك خارجية امس أمس بالكوفة كنت أنا الأميرة أويلي أمس كانت أميرة
اميره انا امس بالكوفه كنت انا الاميره وكون اليوم اطرنها اسيره اسيره امس من الزلم عندي عشيره امس من الزلم وياي امس من الزليم الله سيدنا خلي ندق باب الزهرة بايد ام البنين بكف ام البنين انا كلمات تو احكي يا سيد وين كتبت ان شاء الله هاي الكلمات من صاحب الزهرة من زين العابدين انا لا قعدت هنا ينطيني كلمتين بهن دمعي اريد انا مسويها قصيده لطم بس هسه سيد دار سكانها خلاها تصير دمعي تلاقيها زينب وقاري لكم احنا هاي الكلمات تتعدى من عندها ما تعرف الله تتعدى من تعدت ام عباس من زينب ترى يقول زين العابدين امنا ام البنين طويله الغامه شفتها بين النسوان مو عاليه وعلى كتافها شايله لها وليد من اولاد ابو فاضل يقول ويصيح بشر لما قال بشر قتل الحسين يقول هاي المره ضاحت هاي الطويله المره القامه ضاحت انكسرت انكسرت من قال قتل الحسين انكسرت تعدت مغبى يا اياس من زينب ترى يا وتنشد النسوان يا هي المره هاي هي انا ما عرفتها يعني زينب ها كثر يعني زينب ها كثر متغيرة وهيج من هذا السفر مكسورة الله هسه اجيب لك هاي الكلمتين اللي اقول لك بيها سيد حسن خلاني كتبتها انت قيل زينب ارد حلفك بالزكية اشترديني امي يا زينب ارد حلفك بالزكية اولادي شوفوا وش ضل علي وفوا الدين اولادي لو بعدهم أولادي أولادي شوفوا وش ضل علي أنا تمنيت بس ما أصح بدي أنا تمنيت بس ما أصح بدي أيريت وياك شفت الغاضرية شفتي زينب الله يساعد قلبك هاي كلها تقطع الجدام عينك اي انا تمنيت بس ما انصح بدي يا ريت البيت صار يصير بي حتى صار بيك يصير بي سيدان هاي الكلمات احب نختم بيهن هذني احبهن وقلت للولد بيها قلت له ما انا رحت يم رجلين الحسين يم رجلين علي الاكبر وسمعت حرمه قلبها مكسور بين الزوار بس عبره تفسر القلب تفسر وتصيح حسين وطقت لها نحبتين ثلاثه وصعت اخ حسين قلت له يا ابا عبد الله اقسم عليك بزوار هاي الحرمة خلي عبرتها براسي اتذكرها هاي شلون احس بيها مثل زينب جاي 40 يوم مو باكية ووصلت يم الحسين ونهدت زين هاي توصل 40 يوم ما هي باكية وتريد تبكي تصير مثل زينب صاحت شدايا
صوب النهار شدايك شدايك خويا ما تسمع حنين انداي ابو فاضل ما تسمع حنين انداي شدايك يا خويا وصدق عن الموت ابو فاضل انت تشديه شدايك يا عباس جيب ضماد يا عباس جيب ضماد شدايك ترى حبالي اليسر قصت بدي ترى حبالي اليسر حبالي اليسر قصت بدي بدي سنتم ويانا الخاطر زينب انا خليت الجديد من الحسن والشباب تغرد شده معي بس انا خل اقرا لك الغدي هاي اليوم اقول لك قعدت يم رجلين الحسين قعدت واسمع زينب تقول لي حبست دموع عيني عليك الله وإني وياك حبست دموع عيني عليك للشام خاف تشوفني عيون الشماتة خويا واخنق عبرتي وادفن بلالا حرام كان ساعة اللي لبات خويا على ظهور الهزل دارتنا ليال ومشون بدرب ما ماشيات بعد بعد خويا ويتفرج علينا الخاص والعام أنا أقل السيد قلت له مولاي على هوا من يجون يمك الخطباء وخدام المنبر من تجي وياك هذا يقول له هسه أيام فاطمية وذاك يقول أيام رمضان لا يغمق الخطيب يعني ويروح يرجع على يوم عاشر بس يذكر يوم عاشر الجرى يوم عاشر لا أبويا مولاي دخيل ربك خليهم يذكرون وخلي شبابنا كل وقت دمه يغلي كون يشوف المصيبة كل وقت جرح بيها أنت عم مولاي غمق 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 يجرح اجرح انا البارحة اقل لا اريد اقل اريد اقل للولد اقل لهم الشمر شلون قل زينب هيك يعني من دنت شلون خليه انتم تصدقون زينب بتخلي واحد يذبح اخوها يعني انتم شلون تقولون يعني زينب توقف الثاني لما مال حسين يذبح يلا تروح يعني ست خليها بعقلك بينك بين الله يعني زينة قال ها قلت له لك لكذهب شعب الخنجر لكذهب شعب الخنجر وذبح على القاع ولك طاحت ولك زينة بكاربت مكارب هذا ابو علي شلون تخلي ذبحونه لكذهب الرمح وصليت وصليت وصلت لنا الشمر بارد الخنجر وصلت والشمر بارد خنجرة جن دفع جن دفع زيانة وهو فوق الذرة الله الله او ظل يحيز ويلي او ظل يحيز بيد قلبها ومنحرة
من ناي حز بقلب براس الحسين ومن ناك حز بقلب زين ويتصيح قويا شنو عدا شارة بعد شارة تشن دارت للغري وصاحت يا حيدر أولي يا من يرقى السبوق السبعة موجودة المحشم يروح بالديرة يصيح من يرقى السبوق ماكو أحد يرقى سبوق الخيل هسه من يرقى السبوق ويقطع البار ويا صلح يالي ويا الفجر الأطر ولا طار وبين بيوت هيظل يتخطر يقول لها سمو تقول لهم هسه الدنيا نايمة الناس نايمة لا هسه تقول لها الديرة تفزع ما حد يدري ايش صار ما صار ها تشاش وكت بين بيوت هيظل يتخطر ولو صاح الاذان الله واكبر يطردي وانا عبد المطلب النوبة طرهم طر طر الزلم ايش عندك عمي يطردي وان عبد المطلب طار وينادي ويان حمزة ويان جعفر ويان حمزة ويان ايش عندك عفتهن عفتهن بالبرار ابنات حيدر ابنات حيدر دارت للغري وصاحت يا حيدر بويا احضر مثل ما للغير تحضر بويا انت مثل ما تحضر الغير نهم حضر النيت يعني شبعدنا عنك اي احضر مثل ما للغير تحضر بويا دخيل انا دخيل عندك يا علي قاعد اصيح دخيلك يا علي دخيلة بويا انا دخيلة عندك وحمل تقنطة خلي يدرون شبابنا حمل التقنطر شنو ترى الحمل مو اللي يطيح تقنطر شايف الحمل من يميل عليك ثقيل بعد ما لا طايح للقاع ولا تقدر تهدى الواحد هجرت الحمل زينب لمن ما رجعت المدينة احضر مثل ما للغير تحضر هاي هاي هذا البيت تريدك وياي تفك بقلبك وندق باب الزهره ونقلها مولاتي عندنا مريض والمريض مال هذا المكان مولاتي شويه سر خاطرنا الخاطير دمعتك مولاتي فرد لفته من عندك على وقت وصين الإمام الرضا هذا واحد أمه شايلة خاطرها عليهم حرمة حليبها إجوا السيد إبراهيم إجوا السيد حسن توسط راح لها راح للأمة يقلوا لها هذا أرضي عليه أموره راح تتعقدت قالت ما أرضى علي بويا ابنيش شاش مسوي قالت هذا كان ببطني وإحنا حوادم بدو ندون وين ما يصير الربوع ناخذ حلالنا على الربوع رحنا بربوع الماي بعد علينا بالليل وأنا على ساعتي وعلى مجيبي على الطلوق تاني ساعة الولادة وخذيه تجو يودي حالي حال النسوان وخذونا زلم بالعشرة اللي الذيب ذاك هناك ذاكني الذيب ياكل عشرة لحم عشرة أيام ياكل لحم عشرة ياكل علف عشرة ياكل جل هيك يقولوا بذيك العشرة اللي جوعان الذيب قال دوت علينا تقول دوت علينا الذياب
والزلم حسبه وحسابهم طلقات طلقات العدهم واتفاق العدهم ما يكفيهم وبعد ذيابه وايد قالوا خلنا ترس ماي ونعوف هاي المرة تقولوا ترسوا مايهم وأخذوا اليردون وعافوني حتى الذيابة التهيبية وهم يوصلون تقول أنا هناك وسألت علي ابن موسى الرضا بهجول صعد لدي خيلك يا علي ابن موسى الرضا يا غريب الغرباء ترى أنا غريب هنا لوحدي وليل تقول أنا وقعت على القاع والذيابة وازني فد لحظات وإلا امرأة على راسي قالت لي يما أنا ما أقدر أجيسك وما عندي حيلة ثني يمك أنا شقل لك انت سوي طلقي وليدك تقول طلقت بالولد وكأنما كل شيء يمي حاضر وقالت لي يلا يما حتى نوصلك نوديك لبيتك ونرد نوديك لخيمتكم تقول انا توازيت وياها قلت لها يا هل يا امة الله انت ياهي وجيت تساعديني بهالليل قلت لها انت نخيتي مات قلت لها انا نخيت علي ابن موسى الرضا قلت لها يما شوفي ذاك وهو ناطيها قفل صوب الذياب منك يأشر للذياب وراح والذياب مأدبات يما دنقن ومشى قول قلت لها قالت هذا وليدي علي ابن موسى الرضا اجاني وانا جيتك من المدينة لأنك مرة ما قدر يدناك هو اجاني للمدينة انا الزهرة يما اجاني الرضا وجابني اليك قول فتحت عيوني وانا يعلم سابق هذول جماعتي حازعي شو وصلك قالت لهم الوصلني وصلني وصلني فهذا الولد عتيق الامام الرضا وقام يعاندني وما اجى للعمل اريد اخذه للرضا ما يرضى لوعني وقلت له انت عتيق الرضا ما يصير قال له لا احنا هم جايين اشترى من الرضا ودانا اليس قال قلوا لها انا ادبه ما لها شغل بتاديبه هي خد ترضى علي انا ادبه باجي علي يعني بهيج مكان هم ما يعوفون غير اقول له يا غريب ما تغرب بالدهر مثلك غريب بوجه السادة بعمامة سيدنا سيد حسن واحد من عندكم قلبه ينكسر خس من عندنكم ويدق باب الزكية بكف الرضا بكف ام البنين اقول له يا طبيب الما تغرب يا غريب الما تغرب بالدهر مثلك غريب وانت سلطان البرايا وين شح بيك النصيب يا مولاي يا طبيب الماء الى طبه وطبيب انت تجي المرض اللي بعد ما حد بيعالجه يا طبيب الماء الى طبه وطبيب والطوس لك يا مشرف خريسان والطوس وجودك على روابع والطوس على بابك على بابك على بابك على بابك جينا اليوم والطوس والطوس بدينا وننتظر منك عطية ما
مولاي على بخت السادة أولادك ذولا أولادك الطيهم سين. أنا ما عندي ما يوجه ودك بعضك يا